تيجي معانا اليوم؟ لا لا، هاي المرة رح تكون غير. والله رح تتسلي. كل الشلة رح تكون هناك، رح يكون في ميوزك، البون فاير. دير بالك وانت راجع. هاي انت بخطر. ايش؟ حيكون منيح مصالة؟ لا ما رح يكون منيح. عم بحكي لك في حدا دفشه، بعدين مستحيل يكون طلع فوق لحاله. يعني ممكن يكون إشي مش طبيعي لو دخل باللي صار. وفي كتير أشياء غريبة كانت عم بتصير آخر فترة. هاد الغبي مفكر إنه طارق مات من ورا جن. من جن؟ من رؤي. مين أنت؟ ما تصرخي. كيف دخل بيتي؟ ما تصرخي بابا. اسمعي، أنا بعرف إنك أنت هلأ خايفة، بس أحتاج مساعدتك. شو مين الحلاوة هاد؟ أصلاً أنت إيش بدك بالضبط؟ بحتاجك تساعديني نرجع الجن، وإذا ما منتحرك هلأ أنت وكل اللي بتحبيهم رح تكونوا بخطر. اسمع عمر، أنا تأكدت من الموضوع. أنت هلأ دورك. هدول جن، واحد منهم جاي يأذيني ويأذيك أنت. طيب يلا اقلب وجهك. عم بحكي لكم ما عندناش وقت.